ينقص في سلاحف بحري يقتل حيوانات بشري. تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية. وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية. وتلك قضية وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضنار علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتي. وتلك قضية وتلك قضية. كيف نام قرير العين وضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية. وتلك قضية وتلك قضية. كيف تعيش في سجن واسع سنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة. كيف يسير قانون الغاب من أين طريق الحرية ومن أين توتى الدباب. مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين بين كما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هتخف برود الدان ولا قادر اتركان.